اذا مش هذه شفتي بيه تحيه طيبه جميع المتبعين. كتواجدوا هذه الطريق اللي كتجيب من اوريغال وتدي الحمام الخاشور بالضبط حدا ليسي في الدار ديال ليسي زيري. اذا الساكنه هنا اتصلوا بيا وكيتشكاو من هذا لونتوراج هذا اللي كتشوفوا معنا، هذا اللي كتبقى فيه مجموعه ديال الامور. كيجيو هنا الشمكاره، كيجيو المهم الله يستر حتى ممارسه الشذوذ واركز عليها. وعلى ما قالوا لي البارح ولا البارح شدوا شي جوج هنايا، جوج هنايا كيديروا ممارسات شاده بطبيعه الحال. دابا حنايا النداء ديالنا لصاحب هاد لونتوراج هذا ما كتشوفوا معنا، هذه الطريق اللي كتدي لاسينيسيس راه عليها كتجيها ود معاها اللي من جهه الكيوسك اللي تاع الورد هنا اللي سيزيري. هنايا هاد لونتوراج هذا راه باين، الساكنه كطالب تدخل المسؤولين خصوصا صاحب هاد الاخر باش يقد هاد لونتوراج. كما كتشوفوا معنا هاد لونتوراج هذا كيوقعوا فيه هنا ممارسات كما كتشوفوا معنا. ندخلوا هنايا ممارسات شاده في هذه البلاصه هذا كتوقع هنايا. كنطلبوا انهم السلطات المعنيه اللي الحمد لله يعني هنا في هذه الدائره هذه راهم دايرين مجهودات جباره بطبيعه الحال، ولكن خاص صاحب لونتوراج يسد هذا الشيء هذا هنايا باش ما يبقاوش يدخلوا ولا يتهدم هذا الحيط هذا كاع ويتردم هذا الشيء هذا وتولي هنايا غير بلا باش يبقى باين شنو راه واقع هنايا. لان راه يقدر هنا في الليل الله يستر يجيبوا شي واحد يكريسيوه ولا شي واحد يدخل شي وحده هنا يغتصبها ولا مجموعه ديال الامور. اذا هذا اصبح نقطه سوداء هنا، مكان خطير جدا بطبيعه الحال، والساكنات تشتكي من هذا المكان بطبيعه الحال. يعني كما كتشوفوا معنا ورا شدوا ديجا هنايا جوج كيمارسوا الرذيله بالليل ورا كيدخلوا هنا بزاف تاع الشمكاره الله يستر هنايا الفساد ومجموعه تاع الامور التشبكير كاين ناس هنايا. كنتمنوا انه السلطات المعنيه تدخل في اقرب وقت. كما قلت لكم البلاصه هو اللي سيزيري هذا الظهر ديالو، كاين صاحب الورد ولهذا كاين الضمان الاجتماعي. راها باينه هذه البلاصه هذه معروفه. نتمنى انه السلطات المحليه تكثف الجهود هنا بطبيعه الحال. كنشكروا هنايا عنوان السلطه اللي دائما واقفين ولكن الله يحسن عنوانهم، خاص تضافوا الجهود، تضافوا الجهود باش صاحب هذا 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 المكان هذا هذه الارض هذه يحاول المهم هذا الشيء خصو يطيب وتبقى باينه. تقدر الله يستر توقع هنا شي جريمه قتل ولا شي اغتصاب ولا شي حاجه ولا هذه كيسلام عليكم يعني كاش اللي غادي يسيق الاخبار. يعني كما كتشوفوا معنا هكا تدخل وجاي بحال حفره شفتوا كي داير الداخل مدري حتى الفراش. كيجيو هنا كينعسو هنايا كي المهم بزاف ديال الحوايج. هادشي هذا راه خطير جدا. ندخل هنايا شوف الداخل دايرين حتى خيمه هاي. نتمنى تبارطاجيو هادشي هذا خوتي الفراش هاي. شوف دايرين خيمه لداخل شوف دايرين هنايا خيمه هنا في كيمارسو الشذوذ الله يستر شفتوها باش تعرفوا يعني بان الامر خطير. هاد المعنى هذا من برا هاد الشيء ما كيبانش. نحاولوا حنا كندخلوا هنا نشوفوا هذا شفتو
تاني الخيمة. اذا حتى الى ركبت هنايا ما كتشوفهمش، كتبان لك غير هذيك واقفه كيدخلوا فيها كيديروا ممارسات شاده وصافي، ما كان لعابي بها هذه المناهج. اذا انايا حاولت ندخل هنايا باش يتوضح الامر. اذا المشكل كان في هذه البوابه هذه، خص هذا الشيء خصو كامل يتريب ويتردم الحقيقه باش يبقى باين. ما هكا بالحيط راه صعيبة بزاف. هذاك الشيء اللي كان قلنا السي عبدو صاحب بقعة خصو يتكلف، خاص السلطات المعنية تتواصل مع صاحب البقعة، ولا صاحب البقعة راه كيتفرج في هذا اللايف هذا يجي يشوف هذا المشكل هذا. هذا راه مشكلة كبيرة، راه ماشي يعني كيدخلوا من الهيمة. شوفوا قداش البقعة من برا تبان لك عادية، ولكن هاد الدخلة هادي